أهلا وسهلا فيك بحلقة جديدة من برنامج تيك توك. راح نكون معكم في نص ساعة مليانة بأخبار التكنولوجيا لحتى تكونوا على موعد مع كل جديد من هذا العالم السريع والمميز. لكن قبل ما نبلش حلقتنا اليوم خليني أعرفكم شو في بحلقتنا من مواضيع. مايكروسوفت تعلن عن جلسات تعليم برمجة الألعاب للأطفال. اكتشاف نوع جديد من الخلايا سيمنح البشر وظائف معرفية فائقة. ساعة مخصصة للمكفوفين. أكثر 5 ألعاب أندرويد تحميلاً على الموبايل. في خطوة نحو الفضاء، الإماراتية علياء المنصوري تطلق صاروخ فالكون 9 من وكالة ناسا. مفاجأة جوجل، مكالمات صوتية مجانية. شركة صينية تطلق صالة متنقلة لممارسة اللياقة البدنية في أي وقت. اليابان تبدأ إتاحة الكراسي المتحركة الذكية في مطاراتها. لوحة مفاتيح جيبورد تحصل على الملصقات والتوافق مع بيت موجي. هواوي تتيح ميزة إضافية لا مثيل لها في بعض هواتفها. أبل تعتزم إنفاق 1 مليار دولار على العروض التلفزيونية الأصلية خلال العام 2018. HP تستعد لإرسال حاسب عملاق إلى المحطة الفضائية. بيل غيتس يتبرع بأكثر من 4.6 مليار دولار في أكبر تبرع له منذ عام 2000. بيتكوين تسجل رقماً جديداً وتضاعف من قيمتها. إنتل تنضم إلى سباق السيارات ذاتية القيادة. خبرنا الأول من مايكروسوفت تعلن عن جلسات تعليم برمجة ألعاب للأطفال. أعلنت شركة مايكروسوفت عن جلسات تعليمية جديدة تستهدف فيها الأطفال فوق سن 14 لتعليمهم برمجة الألعاب للحواسب ولمنصة إكس بوكس. وسيتعلم الأطفال آلية تصميم وبرمجة الألعاب مع حصولهم على شهادة من أكاديمية الترفيه التفاعلي AIE، وبالتالي يمكن استكمال المنهج المتقدم فيما بعد. وذكرت الشركة أن كل ما يقوم الأطفال ببرمجته يبقى ملكاً لهم، مع إمكانية أخذه وتشغيله على منصات الألعاب والحواسب الخاصة بهم دون أي قيود على ذلك. اكتشاف نوع جديد من الخلايا سيمنح البشر وظائف معرفية فائقة. اكتشف باحثون من معهد سالك الأمريكي والمختص بالتحليل الجيني نوعاً جديداً من خلايا الدماغ سيحدث نقلة في الوظائف المعرفية للجسم وسيحولها إلى فائقة، كما سيعالج الاضطرابات العصبية من جذورها كالزهايمر والخرف والتخلف الذهني. قائد الفريق البحثي شرح أنهم توصلوا لذلك عن طريق رسم خريطة مفصلة للدماغ وصولاً للجزيئات، وقسموا الخلايا داخلها لمجموعات وقاموا بتحليل جزيئاتها. وكشفت الصحف العلمية الأمريكية أنهم تمكنوا من اكتشاف النوع الجديد من الخلايا جنباً إلى جنب مع العناصر التنظيمية للجينات والمفاتيح الجينية التي تميز هذه الخلايا العصبية عن بعضها البعض. وهذا الاكتشاف سيكون له تأثير هائل على تحديد الخلايا العصبية
ووظائفها والتلاعب بها لتحديد الهدف المطلوب منها. ساعة مخصصة للمكفوفين. قامت شركة دوت بتطوير ساعة ذكية مخصصة لفاقدي البصر، تجعلهم قادرين على الشعور بالوقت من خلال لمس نقاط بارزة فيها. وقد استغرق تطوير هذه الساعة الذكية مدة زمنية وصلت إلى 3 سنوات، وهي تعمل بالاعتماد على طريقة بريل بجانب واجهة مزودة بعدد من النقاط البارزة من أجل توصيل الرسائل والإرشادات لمستخدميها. وتستند هذه الساعة إلى تقنية مميزة تعمل من خلال حاسة اللمس عن طريق توفر جهاز يستعمل لعرض نظام بريل، والذي يشتمل على سلسلة من النقاط التي يبلغ عددها 4 أحرف، يسهل التبديل بينها، ما يتيح إمكانية قراءة الرسائل التي تصل إليهم على الهواتف الذكية الخاصة بهم عبر هذه الساعة. أكثر 5 ألعاب أندرويد تحميل على الموبايل. لعبة My Talking Tom تعتبر من الألعاب التي تمكنك من تربية القطط الوهمية، ويتجاوز عدد تحميلات اللعبة 100 مليون تحميل، فهي أكثر الألعاب التي يحبها الأطفال، حيث يجد الأطفال متعة كبيرة في التحدث إلى القط توم واللعب معه لكي يرد عليهم بصوته المميز. لعبة Subway Surfers هي لعبة مليئة بالحركة والحماس، وتجاوز عدد تحميلات اللعبة على بلاي ستورز أكثر من 100 إلى 500 مليون تحميل، وتعتبر من أشهر الألعاب على مستوى العالم. حجم اللعبة حوالي 40 ميجا بايت. وجدت هذه اللعبة قبولاً جماهيرياً رائعاً، سواء كان من الأطفال أو الكبار، وذلك لسهولة استخدامها وتصميمها الرائع. لعبة كاندي كراش ساغا تتميز بتصميم جذاب وأنيق وأسلوب سهل يجعلك تدمن اللعب في أوقات الفراغ أو غيره. تجاوز تحميل اللعبة 500 مليون تحميل على مستوى العالم، وحجم اللعبة 48 ميجا بايت. لعبة بول بول 8 كانت وما زالت هذه اللعبة من أفضل الألعاب على الإنترنت، وقبل ظهور الهواتف الذكية تجاوز عدد التحميلات 100 مليون، ولديها تصنيف جيد يبلغ 4.5. لعبة هيرو سوكر لعبة رياضية أيضاً، يتجاوز عدد تحميلاتها 10 ملايين، وحصلت على تصنيف ممتاز يبلغ 4.6، وتتميز بجودة الجرافيك وسهولة اللعب. في خطوة نحو الفضاء، الإماراتية علياء المنصوري تطلق صاروخ فالكون 9 من وكالة ناسا. نجحت الطالبة الإماراتية علياء المنصوري في إطلاق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل تجربتها الفضائية العلمية من مقر وكالة ناسا الأمريكية إلى الفضاء، محققة بذلك إنجازاً علمياً هاماً لبلادها وللوطن العربي أجمع في هذا المجال. وقالت وكالة الإمارات للفضاء التي ترعى التجربة إنها الأولى التي تقام خارج الولايات المتحدة، وهي نجاح كبير لقطاع الفضاء في الشرق الأوسط،
وستحاول تجربة علياء المنصوري تحليل تأثير بيئة الفضاء على بروتينات الصدمة الحرارية. مفاجآت جوجل، مكالمات صوتية مجانية. أضافت شركة جوجل ميزة جديدة إلى جهازها المنزلي الذكي المسمى جوجل هوم، بحيث أصبح بإمكان المستخدمين في الولايات المتحدة وكندا ابتداءً من اليوم إجراء المكالمات الصوتية المجانية مع جهات الاتصال والملايين من النشاطات التجارية من خلال الجهاز، ما يجعل جهاز شركة جوجل منافساً فعلياً لأجهزة شركة أمازون، وهما من أكبر الأسماء العاملة في مجال المساعدات الصوتية المنزلية الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الصناعي. ويمكن في الوقت الحالي للجهاز إجراء المكالمات بدون استعمال اليدين، وذلك في حال قيام المستخدم بقول عبارات مثل أوكي جوجل اتصل أخي، أو أوكي جوجل اتصل ببائع الزهور القريب. كما بإمكان الجهاز تعلم كيفية التعرف على ما يصل إلى 6 أصوات مميزة. شركة صينية تطلق صالة متنقلة لممارسة اللياقة البدنية في أي وقت. كشفت شركة ميباو تكنولوجي الصينية عن صالة مكعبة الشكل بمساحة 5 أمتار مربعة يمكن داخلها ممارسة اللياقة البدنية في أي وقت مقابل $1.50. وأكثر ما يميز هذا المنتج إمكانية تنقله من مكان لآخر وفي أي وقت لإتاحة المجال أمام جميع المواطنين لممارسة تدريبات ترفع لياقتهم البدنية دون التقيد بمواعيد أو جداول الصالات التقليدية. ومن الصعب في الصين ممارسة تدريبات اللياقة البدنية في الهواء الطلق بسبب تلوث الهواء والضباب الدخاني، ولكن هذا المكعب المتنقل مزود بمكيف هواء وشاشة تلفاز ومرشح لتنقية الهواء، وخلال التدريبات يمكن الاستماع للموسيقى أو مشاهدة فيلم سينمائي. اليابان تبدأ إتاحة الكراسي المتحركة الذكية في مطاراتها. كشف أحد المطارات الدولية اليابانية عن تقنية جديدة يضيفها لتقنياته المميزة، والتي تحاول أن تجعل من المطار محطة سفر ملائمة للجميع مهما تنوعت احتياجاتهم. وطورت شركة باناسونيك الكرسي المتحرك الذكي الجديد، والذي يعتمد على تقنية القيادة الذاتية، حيث يطلب من المستخدم أن يحدد وجهته، وبدوره يقوم الكرسي بالتنقل داخل المطار لتوصيله. وأشارت الشركة إلى أن الكراسي الذكية يمكنها السير في مجموعات، وبعد انتهائها من توصيل الركاب تتواصل الكراسي معاً لتتجمع في مكانها بانتظار ركاب جدد. ويأتي ذلك في ظل محاولات تقنية من جانب باناسونيك لتطوير المطار الياباني وتزويده بأحدث التقنيات الجديدة. لوحة مفاتيح جيبورد تحصل على الملتقط والتوافق مع بيتيموجي. لوحة مفاتيح جوجل الشهيرة
جيبورد تقدم الكثير من المزايا، خصوصاً فيما يتعلق بالرموز التعبيرية والرموز المتحركة، بالإضافة إلى مزايا الوصول لمحرك البحث والترجمة وغيرها. في النسخة التجريبية الجديدة على أندرويد، جوجل قررت القيام بخطوة إلى الأمام وإضافة الدعم للملصقات، حيث سيظهر تبويب الملصقات بجوار بقية الأقسام المخصصة للرموز والرموز المتحركة وغيرها. تقدم لوحة المفاتيح الكثير من الملصقات، ويمكنك أيضاً إضافة الكثير من حزم الملصقات الموجودة في تطبيق ألو جوجل من خلال متجر جوجل بلاي أو تطبيق بيت موجي، الذي أيضاً أصبح متوافقاً مع لوحة مفاتيح جيبورد. هواوي تتيح ميزة إضافية لا مثيل لها على بعض هواتفها. كشفت هواوي عن توفير ميزة ناكل سنس، أو التحكم عن طريق أطراف الأصابع، والفريدة من نوعها، حيث تتيح للمستخدم توفير خيار إضافي واحد يقوم بعدد من المهام من خلال الهاتف فقط من منطلق النقر باستخدام مفاصل الإصبع، على أن تكون متاحة خلال التحديثات القادمة لواجهة الاستخدام الخاصة بالشركة على بعض من هواتفها الذكية المتواجدة فعلياً في الأسواق. وتخطط هواوي لتوفير إمكانية التقاط صورة من الشاشة سكرين شوت بشكل فعلي سريع من خلال النقر مرتين بمفصل الإصبع بجانب خيار آخر في الوقت نفسه، إذ يمكن للمستخدم التعديل على الصورة بعد التقاطها وإضافة الرسومات بواسطة الضغط بمفصل الإصبع أيضاً، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل فيديو من الشاشة وكل ما يحدث على الهاتف. أبل تعتزم إنفاق مليار دولار على العروض التلفزيونية الأصلية خلال 2018. أبل تعتزم إنفاق مبلغ مليار دولار أمريكي على إنتاج العروض والأفلام التلفزيونية الأصلية خلال العام القادم، متطلعة إلى حجز مكانة قوية في هذا السوق المزدحم أصلاً، والذي تتنافس فيه استوديوهات هوليوود وخدمات البث عبر الإنترنت مثل نتفليكس. وتستعد الشركة لتقديم ما يصل إلى 10 عروض تلفزيونية من العيار الثقيل، وقد بدأت الشركة الكشف عن آفاقها مع الوكالات. وتهدف أبل إلى لعب دور أكبر في مجال هو بالأصل تنافسي على نحو متزايد، إذ استثمرت شركتا أمازون ونتفليكس مليارات الدولارات في عروض تلفزيونية كوميدية ودرامية تضم الصف الأول من نجوم هوليوود. وقد وقعت فيسبوك صفقات مع عدد من شركات صناعة الأخبار والترفيه التي تركز على جيل الشباب مثل فوكس وبازفيد لصناعة عروض خاصة بخدمة فيديو قادمة. اتش بي تستعد لإرسال حاسب عملاق إلى المحطات الفضائية. أرسلت شركة اتش بي المعروفة عالمياً حاسباً عملاقاً إلى المحطة الفضائية الدولية، وذلك بالتعاون مع شركة الفضاء الأمريكية سبيس إكس التابعة ملكيتها إلى رجل الأعمال إيلون ماسك، مؤسس ومالك شركة تصنيع السيارات الكهربائية الفاخرة تسلا. ويطلق على هذا الجهاز اسم الحاسب المحمول في الفضاء سبيسبورن كومبيوتر، وهو عبارة عن مشروع مشترك
بين شركة HPE ووكالة الفضاء الأمريكية ناسا، حيث يهدف الحاسب إلى معرفة ما إذا كان يمكن تصميم جهاز حاسب تجاري بحيث يستمر في بيئة الفضاء القاسية، وفي حال تمكن الحاسب من الصمود فقد يشكل هذا الأمر خطوة ناجحة من حيث إمكانية أن تكون الحواسيب المماثلة أدوات حاسمة مستقبلاً للبعثات الفضائية البعيدة عن الأرض. ويفترض أن الحاسب قد اجتاز ما مقداره 146 اختباراً للسلامة، وحصل على الشهادات اللازمة من قبل وكالة ناسا للموافقة على سفره إلى الفضاء. ويفترض أن يستمر جهاز الحاسب بالعمل لمدة سنة ضمن المحطة الفضائية الدولية بمجرد إطلاقه إلى الفضاء. بيل غيتس يتبرع بأكثر من 4.6 مليار دولار في أكثر تبرع له منذ عام 2000. كشفت وثائق مالية تم نشرها أن بيل غيتس تبرع بنحو 64 مليون سهم من أسهمه التي يملكها في شركة مايكروسوفت، وذلك في أكبر تبرع له منذ عام 2000، والذي يعتقد أنه سوف يصرف في الجهود الخيرية. وأظهر إيداع نشرته هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية أن غيتس الذي يعد أغنى رجل في العالم تبرع بنحو 64 مليون سهم تصل قيمتها إلى أكثر من 4.6 مليار دولار أمريكي، ولم يعلم بعد ما هي الجهة المستفيدة من التبرع، ولكن غيتس اعتاد التبرع لمؤسسته الخيرية بيل أند ميليندا غيتس فاونديشن التي أسسها مع زوجته ميليندا. بيتكوين تسجيل رقماً جديداً وتضاعف من قيمتها. تجاوز سعر العملة الرقمية بيتكوين أكثر من 4000 دولار للمرة الأولى في تاريخها الذي استمر 9 سنوات، حيث ارتفعت العملة إلى مستوى قياسي جديد مدعوم بالطلب الياباني القوي، الأمر الذي يجعل العملة الرقمية تسير في طريقها إلى مضاعفة قيمتها 4 أضعاف هذا العام. وسجلت العملة الرقمية أعلى مستوى لها على الإطلاق عند حدود 4225 دولار في وقت مبكر من اليوم الأحدث، وذلك قبل أن تنخفض قليلاً عن ذلك الرقم ويجري تداولها ضمن حدود 4000 دولار. وشكلت تجارة البيتكوين بالدولار الأمريكي نحو 25%، أما في اليابان ازدادت التجارة بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية، كما حصلت العملة على دفعة من الشركة المالية الأمريكية متعددة الجنسيات جولدمان ساكس، والتي ذكرت في تقريرها أنه من الصعب على مستثمري المؤسسات تجاهل العملات الرقمية مثل بيتكوين، ورغم ذلك ما يزال مستقبل العملة الرقمية غير مؤكد، حيث أنه من المحتمل أن تنقسم مرة أخرى خلال الفترة القادمة عندما يتم تنفيذ المرحلة الثانية من اقتراح الترقية. أنتر تنضم إلى سباق السيارات ذاتية القيادة. أعلنت شركة تصنيع الرقائق إنتل بأنها ستبني أسطولاً يتكون من 100 سيارة لاختبار تكنولوجيا القيادة الذاتية، حيث تحاول الشركة القفز فوق منافسيها
مثل كوالكوم وإنفيديا، وسوف تكون السيارات متطورة لغاية المستوى 4، أي أنها تعتبر أقل بمستوى واحد من أن تكون سيارات مستقلة تماماً، إلا أنها أفضل من برمجيات القيادة الآلية وغيرها من المميزات شائعة الاستعمال التي تعمل حالياً على الطرقات. وتعتبر السيارات المؤتمة لغاية المستوى 4 قادرة من تلقاء نفسها على التعامل مع معظم ظروف ومواقف القيادة، في حين يعتبر المستوى 5 أقرب إلى المستوى النظري بشكل كبير منه إلى العملي، بحيث أنه يغطي التشغيل الآلي الكامل في أي حالة. وكانت شركة إنتل توقعت أن تصل قيمة سوق السيارات ذاتية القيادة إلى أكثر من 7 تريليون دولار. لهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، على أمل نشوفكم الحلقة الجاية بنفس الموعد. إلى اللقاء.